سنتطرق اليوم للدرس 11 والذي يخص الدورة الاقتصادية وكيفية توضيحها. لماذا نتطرق للدورة الاقتصادية في دراسة العلوم الاقتصادية؟ نتطرق للدورة الاقتصادية لأنها تهمنا كثيرا، حيث توضح لنا مدى التعقيد الذي ينتج عن التداخلات بين المتعاملين الاقتصاديين. Le circuit économique, on l'étudie pour montrer la complexité des interactions entre les agents économiques. لهذا السبب نعتبر أن تدريس الدورة الاقتصادية تبدأ كما سجلناه في السابق بالدورة الاقتصادية الملخصة التي هي حقيقة غير موجودة. لماذا؟ لأنها تأخذ متعاملين اقتصاديين اثنين، ألا وهما المؤسسات والأسر، ونلاحظ مدى التداخل بين الأسر والمؤسسات. الأسر تشتغل لدى المؤسسات، تقدم عملا، ومقابل هذا العمل تحصل على أجر. إذن هناك تدفقين اثنين. التدفق الأول يوضح لنا العلاقة بين الأسرة أو الأسر بصفة عامة والمؤسسات، والمؤسسات كيف تقدم الأجور. الدورة الاقتصادية الملخصة هي من ناحية المنهجية تساعدنا على فهم الدورة الاقتصادية الكاملة. ولهذا نقول إن اقتصاد أي بلد هو في تحول مستمر، والتحول أي التقدم، أي الإبداع، أي العلاقات الاقتصادية المتزايدة باستمرار. ففي كل وقت يحدث إنتاج، بيع، شراء، استهلاك، وهكذا. يصف الاقتصاديون هذا التحرك الدائم بالدورة الاقتصادية. هذه الأخيرة تعطي صورة عن تنقل التدفقات داخل الاقتصاد. إن العلاقة بين التدفقات المختلفة والدورة الاقتصادية سنتطرق لها بالتفصيل خلال الدرس القادم، أي الدرس 12. لهذا تعتبر المحاسبة القومية كرسم توضيحي للدورة الاقتصادية، لأنها تضبط داخل إطار محاسبي منسجم كل العمليات التي تم إنجازها خلال سنة من كل اقتصاد بلد. بمعنى آخر، هناك محاسبة تضبط التعاملات الاقتصادية الموجودة داخل الدورة الاقتصادية الكاملة. Donc la science qui enregistre les différents flux économiques et financiers et qui sont régis par les interactions entre les agents économiques, la comptabilité est une comptabilité nationale. وهناك جدول محاسبي كامل، le tableau économique d'ensemble، الجدول الاقتصادي الكامل، أي يشمل كل العمليات الاقتصادية الموجودة داخل الاقتصاد. إذا سئلتم عن
ما هي المحاسبة المطبقة لضبط التدفقات على مستوى الاقتصاد الكلي؟ فالإجابة تكون الجدول الاقتصادي الكامل، لو تابلو ايكونوميك دونسومبل، تجدونه ملخصا باللغة الفرنسية عبر 3 حروف: تي معناتها تابلو، او معناتها ايكونوميك، والاو الثانية انسومبل. لديك نجد في بعض الكتب يضعونه بين قوسين تحت شكل الملخص تي او او. ولهذا السبب أقول أن الاقتصاد هو مجموعة علاقات توصف داخل الجدول الاقتصادي الكامل، الجدول الاقتصادي الكامل. ولهذا السبب أقول أن الاقتصاديين اعتمدوا هذا الجدول لرصد كل الحسابات التي تحكم الاقتصاد. إذا أردنا أن نطلع عن جدول الاقتصاد، عن فعالية الاقتصاد، عن تقييم الاقتصاد، فعلينا أن نأخذ بالجدول الاقتصادي الكامل. للمؤسسة على مستوى التحليل الاقتصادي الجزئي محاسبتها، مثلا مثل المحاسبة العامة، المحاسبة المعمقة، المحاسبة المالية إلى آخره، أو التحليل المالي. فعلى مستوى الاقتصاد الكلي هناك أيضا محاسبة، وهذه المحاسبة هي المحاسبة القومية أو الوطنية بعبارة أخرى وباللغة الفرنسية، فتسمى بلا كونتابيليتي ناسيونال. إذن هناك محاسبتين اثنتين، هناك محاسبة على مستوى الاقتصاد الجزئي، دونك يا اون كونتابيليتي او نيفو دو لاناليز ميكرو ايكونوميك، سي لا كونتابيليتي جينيرال، لا كونتابيليتي ابروفوندي، لا كونتابيليتي دي سوسيتي، لاناليز فينانسيير، اكسيتيرا. أما المحاسبة التي هي موجودة على مستوى الاقتصاد الكلي، donc et la comptabilité qui se trouve au niveau macroéconomique, donc c'est la comptabilité nationale. لهذا فأقول الدورة الاقتصادية ومفهومها. الدورة الاقتصادية إذن هي تمثيل بياني للتدفقات الموجودة بين المتعاملين الاقتصاديين. هؤلاء المتعاملون يمثلون مجموعة أفراد أو مؤسسات التي تنشط داخل الاقتصاد من خلال عمليات التبادل. الاقتصاد هو مجموعة من التبادلات بين المتعاملين الاقتصاديين، بين الأسر والمؤسسات، المؤسسات والمؤسسات المالية، بين المؤسسات والإدارات، بين الأسر والإدارات، وهكذا. إذن هناك 6 متعاملين اقتصاديين التي ذكرتهم في السابق. نشير هنا أننا سنتطرق بالتفصيل للدورة الاقتصادية خلال الدرس الموالي، أي الدرس 12، لما له من أهمية في فهم دور كل المتعاملين الاقتصاديين: العائلات، المؤسسات بما فيها المؤسسات البنكية والغير البنكية أي مؤسسات التأمين، الإدارات العمومية بمعنى الدولة، التجارة الخارجية إلى آخره، في التأثير على الظواهر الاقتصادية. وهؤلاء المتعاملين الاقتصاديين الموجودين داخل الدورة الاقتصادية على ماذا يؤثرون؟ يؤثرون على الإنتاج والاستهلاك والتوزيع، أي 3 ظواهر اقتصادية. هناك 3 ظواهر اقتصادية فقط، هي الإنتاج، ثانيا الاستهلاك، ثالثا التوزيع، باللغة الفرنسية la production، دو la consommation، تروا la répartition. إذن
المتعاملين الاقتصاديين هم من ينشطون داخل الدورة الاقتصادية، هم من ينشطون داخل الدورة الاقتصادية. هناك هذه الدورة الاقتصادية الملخصة ستلاحظونها في الصفحة 96 في آخر هذا الدرس. إذن من يريد أن يطلع على الدورة الاقتصادية الملخصة فليتوجه لرقم الصفحة 56 الموجودة في نهاية هذا الدرس، أي الدرس 11. تجد داخل هذه الدورة الاقتصادية، أي هذا الرسم البياني، أسماء داخل مستطيلات، أي 5 مستطيلات: الخارج، المؤسسات، الأسر، الدولة، والمؤسسات المالية. وتجد أسهما على شكل مكوك، معناتها ذهاب وإياب، مثلا من المؤسسات نحو الأسر، ومن المؤسسات نحو الدولة، ومن المؤسسات المالية نحو الدولة ونحو المؤسسات، ومن المؤسسات نحو الخارج. إذن إذا سئلتم عن عدد المتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون داخل اقتصاد ودون تمييز بين اقتصاد وآخر أو اقتصاد متطور واقتصاد في طريق نمو دون التمييز، هذا لأن ليس له معنى هذا التمييز في هذه الدورة الاقتصادية، فإجابتكم هناك 5 متعاملين اقتصاديين. أولا المؤسسات les entreprises، ثانيا الأسر، ثالثا الإدارات العمومية، رابعا المؤسسات المالية les établissements financiers، خامسا الخارج l'extérieur أي التجارة الخارجية، بمعنى آخر كل ما يهم الاستيراد والتصدير، لهذا نعبر عنها بالخارج، وتسمى باللغة الفرنسية إما الإكستيريور ولا لو ريست دو موند، تجدونها حرفيا في 3 حروف: R D M. R بمعنى rest، D بمعنى دو، M بمعنى موند. إذن أعيد، وهذا شيء مهم جدا لكم في التحليل الاقتصادي، هناك 5 متعاملين اقتصاديين داخل الدورة الاقتصادية هم: 1 المؤسسات les entreprises، 2 الأسر للمناج، 3 الإدارات العمومية les administrations publiques أو بمعنى آخر الدولة، 4 المؤسسات المالية les établissements financiers، 5
الخارج أو باقي العالم le reste du monde. ها هما الخمس متعاملين الاقتصاديين. لاحظوا ذلك في الرسم البياني الموجود في الصفحة 96 في آخر الدرس. معناتها إذا طلب منكم رسم الدورة الاقتصادية الملخصة فعليكم برسم هذا الرسم البياني الذي يوضح لكم العلاقات أو علاقات التبادل بين هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين. إذن أعيد لأنه جد مهم، أهم المتعاملون الاقتصاديون في الدورة الاقتصادية هم الأسر، المؤسسات، الإدارات العمومية أي بمعنى الدولة، والمؤسسات المالية والخارج. الآن تكلمنا عن التدفقات وهذا شيء جد مهم. عندما نقول التدفقات باللغة الأجنبية من يريد أن يطلع على هذا الصفة تاع التدفقات، إذن باللغة الأجنبية نقول لهم لي فلو، اف ال يو اكس. التدفقات تتمثل التدفقات في التحركات التي تحدثها المواد المتمثلة في السلع والخدمات والعملة، حيث تنتقل من متعامل اقتصادي إلى متعامل اقتصادي آخر. سأضرب لكم مثلا بسيطا. مثلا أنا عندما أتوجه إلى المخبزة لأقتني خبزا سأدفع نقدا مقابل ما يقدمه لي من سلعة أي من خبز الخباز. أعطيه مثلا 10 دينار. التنقل من عندي أنا كمستهلك للخباز كمنتج، هذه 10 دينار تسمى بتدفق مالي، والخباز عندما يقدم لي خبزا مقابل 10 دينار أي الانتقال، انتقال السلعة من الخباز إلى المستهلك، هذا تدفق مادي، سي ان فلو ماتيريال، ان فلو فيزيك. إذن التدفقات هي التي تحكم كل المبادلات دون استثناء المتمثلة أو الحاصلة بين السلع والخدمات من جهة، والعملة المتداولة لاقتنائها من جهة أخرى. إذن التدفقات تنتقل من متعامل اقتصادي إلى متعامل اقتصادي آخر. تنتقل من متعامل اقتصادي إلى متعامل اقتصادي آخر. ثانيا، وعندما نقول ما هي أنواع التدفقات، قلت في هذه التبادلات بين طرفين، بين متعاملين اقتصاديين، هناك نوعين من التدفقات. أولهما التدفقات الحقيقية. نفرق بين التدفقات الحقيقية التي تختص بتبادل المواد والخدمات، لهذا حين قيام
بعملية الإنتاج والاستهلاك فإن المؤسسات والأسر تتبادل المواد والخدمات، فالأجور مثلا تمثل المقابل لعمل المأجورين الذين يعملون داخل المؤسسة. أنا خديت لكم في الدورة الاقتصادية الملخصة التي تجمع بين متعاملين اقتصاديين اثنين وهما الأهم. لماذا؟ لأن الأسر تمثل الاستهلاك، المؤسسات تمثل الإنتاج، فالمتعامل الاقتصادي يقدم عملا تدفقا ماديا ويحصل على تدفق مالي من المؤسسات. إذن التدفقات هي حصيلة التبادل. التدفقات هي حصيلة التبادل. أما النوع الثاني من التدفقات فهي التدفقات المالية أو النقدية. إذن التدفق الأول هو تدفق مادي، مثلا تقديم عمل، تقديم سلعة أو غير مادي حتى، تقديم خدمة. والتدفق الثاني الذي يقابله فهو تدفق مالي، تتمثل في مبادلات العملة أو النقد بين المتعاملين الاقتصاديين، وهذه التدفقات تشمل المداخيل والنفقات التي تقوم بها الأسر والمؤسسات. Donc, les flux sont le résultat d'une opération d'échange. Nous avons pris les ménages et d'un autre côté les entreprises et les flux. Donc, ces deux flèches, vous avez les ménages qui donnent la force de travail aux entreprises et la contrepartie que donnent ces entreprises-là à ces ménages pour les récompenser, elles leur donnent un revenu. Donc c'est un flux financier. إن تحليل الاقتصاد تحت شكل دورة له ميزة إبراز مختلف العلاقات التي تربط مختلف التدفقات. لهذا تبقى الدورة الاقتصادية توضيح بياني ملخص وبسيط للحقيقة الاقتصادية. معناتها واحد إذا أراد أن يفهم الدورة الاقتصادية، معناتها منهجيتها ميثودولوجي، فعليه أن يرتكز على الدورة الاقتصادية. لهذا ما يحكم هذه المبادلات، أعيد وأكرر، هي المحاسبة القومية، لا كونتابيليتي ناسيونال. مفهوم المحاسبة القومية، إن المحاسبة القومية تقدم نشاط الوحدات الاقتصادية المقيمة. كي نقول الوحدات الاقتصادية المقيمة سو سون لي زونيتي ايكونوميك ريزيدانت، أي تقطن في بلد معين. مثلا احنا عندنا متعاملين اقتصاديين يقطنون في الجزائر، فالمحاسبة القومية تشمل حساباتهم اذا كانوا وحدات اقتصادية مقيمة، دي زونيتي ايكونوميك ريزيدانت، داخل محيط الوطن خلال سنة. انها تضبط التدفقات بين المتعاملين الاقتصاديين الذي تم خلال 6 قطاعات منظمة قانونيا. كي قلت 6 قطاعات، 6 سيكتور منظمة قانونيا، معناتها سو سون لي 6 سيكتور كي سون روتوني بار لا كونتابيليتي ناسيونال. هذا هو التقنين تاع القطاعات او تاع المتعاملين الاقتصاديين داخل الدورة الاقتصادية، وذكرتهم وأذكرهم مرة أخرى حتى تبقى في ذهنكم: الشركات، المؤسسات المالية،
ونتبعوا لها مؤسسات الضمان والادارات العموميه والادارات الخاصه والاسر والى اخره، كلهم يدخلوا هذه القطاعات في جداول المحاسبه القوميه. كل حساب يبرز رصيد له اهميه بالغه حيث يسمح بالقيام بتحليل اقتصادي. ان جدول المداومه الكليه او الجدول الاقتصادي الكامل لو طابلو ايكونوميك دونسامبل يجمع كل الحسابات التي قامت بها القطاعات المنظمه، دونك حسابات القطاعات وكل حسابات العمليات لي زوبيراسيون لي كونت سو دي زوبيراسيون. هذان النوعين من الحسابات يسمحان بدراسه العلاقات التي تم نسجها بين مختلف القطاعات. الان كيف يتم أو كيف يمكننا أن نتكلم عن مبادئ الدورة الاقتصادية؟ القياس أو الحساب الاقتصادي. Donc comment qu'on peut mesurer l'activité économique. يحتل الإنتاج داخل قواعد المحاسبة القومية مكانا مهما. Donc الإنتاج له أهمية كبيرة في الجدول الاقتصادي الكامل. Le tableau économique d'ensemble. هو الذي يخلق المواد والخدمات. لماذا؟ لأن الإنتاج هو الذي يخلق المواد والخدمات، السلع والخدمات، وهو الذي يسمح بتوزيع المداخيل التي تسمح بدورها بعمليات الشراء أو الاستهلاك. عملية الإنتاج تلعب دورا جد مهم في الدورة الاقتصادية. الدول المتقدمة هي الدول التي تقدمت في الإنتاج. لماذا؟ لأن الإنتاج هو الذي يخلق السلع والخدمة. C'est la production qui crée les biens et les services. Destiné à quoi? Destiné à la consommation. مخصصة للشراء. لهذا نقول أن الإنتاج أو قطاع الإنتاج أو حسابات قطاع الإنتاج داخل جدول المحاسبي الكامل أو الجدول الاقتصادي الكامل لو تابلو ايكونوميك دونسامبل له أهمية كبيرة. إذا أردنا أن نعرف ثروة وديناميكية الاقتصاد فلنحلل هذا الرصيد التابع للإنتاج. ثانياً، والسؤال الذي نقوم بطرحه هو كيف تتم عملية قياس أو حساب الإنتاج؟ كيفاش نحسبوه؟ إن عملية جمع كل المنتجات فيما بينها لا تكتسي أي أهمية بسبب التقييد الزوجي. partie double en comptabilité. أي القيام بحساب مرتين لنفس الإنتاج. وإن إنتاج مؤسسة يمكن أن يكون مدخلاً مدخلات ديز إنبوت ويمثل في نفس الوقت الاستهلاكات الوسيطية لإنتاج آخر مثل الصفائح الحديدية الزجاج التي تدخل في إنتاج السيارات. لذا فإن إنتاج اقتصاد ما يساوي مجموع القيم الجديدة التي تم خلقها من قبل المؤسسات. إذن الإنتاج الاقتصاد هو ما يساوي مجموع القيم التي خلقتها المؤسسات. هناك تعقيد. مثلا الصفيحة الحديدية دونك اون بلاك اون فير اون طول يمكن بالنسبة لمؤسسات إنتاج الصفائح العادية هو إنتاج نهائي. عندما تحول هذه الصفيحة الحديدية إلى مؤسسات إنتاج السيارات، هذا الإنتاج النهائي لو برودوي فيني يصبح إنتاجا وسيطيا كونسوماسيون انترميديير. لماذا؟ لأن هذه الصفيحة الحديدية رايحين نصنعوا بها عدة أجزاء من السيارة. إذن تدخل في نمط الإنتاج ولهذا نصفها بالاستهلاك الوسيطي. هذه القيم، وعندما نقول هذه قيم معناتها هنا رايحين نأكد على
القيمة المضافة التي تتمثل في الفرق الموجود بين قيمة المنتوج مادة أو خدمة وقيمة المواد والخدمات التي تم استهلاكها من مواد أولية كهرباء ونقل. معناتها عندما نطلب منكم قياس القيمة المضافة لا فالور اجوتي، تقول أن القيمة المضافة تساوي الإنتاج ناقص الاستهلاكات الوسيطية. أعيد، القيمة المضافة التي هي مؤشر اقتصادي يعطينا معلومات عن فعالية الاقتصاد. La valeur ajoutée est un indicateur de performance pour mesurer l'efficacité et même l'efficience d'une économie. ويقول لكم كيف تحسب؟ تقول تساوي الإنتاج la production ناقص moins les consommations intermédiaires. إذن القاعدة هي بسيطة. La valeur ajoutée est égale à la production moins les consommations intermédiaires. الآن هناك مؤشر آخر لقياس فعالية الاقتصاد وهو الناتج المحلي الإجمالي le produit intérieur brut. هو أهم القيم التابعة للأرقام الحجمية التي بنيت على أساسها المحاسبة القومية. معناتها أن المتغيرات التي تدخل في حساب الناتج المحلي الإجمالي هي التي تأخذها المحاسبة القومية لا كونتابيلتي ناسيونال بعين الاعتبار. يتمثل الناتج المحلي الإجمالي في مجموع كل القيم المضافة، أعيد، كل القيم المضافة التي تم خلقها من قبل مختلف فروع الاقتصاد خلال سنة واحدة. معناتها كنت تقول واش هو ولا كيف يحسب الناتج المحلي الإجمالي؟ تقول هو مجموع القيم المضافة التي تم خلقها خلال عملية محاسبية ولا خلال نشاط محاسبي أي سنة. قال ما هو الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2020؟ قال مجموع القيم المضافة la somme des valeurs ajoutées réalisé durant un exercice comptable. إن الناتج المحلي يحسب بسعر السوق au prix du marché وأن كل القيم المضافة تحسب خارج الرسم على القيمة المضافة on hors taxe أي بدون إدماج هذا الرسم في قيمة المضافة. لهذا السبب على المحاسب le comptable إدماج القيم الرسم على القيمة المضافة التي مست كل المنتجات بما فيها الحقوق الجمركية les droits de douane. إذن كيف يحسب الناتج المحلي الإجمالي؟ الناتج المحلي الإجمالي يساوي مجموع القيم المضافة زائد الرسم على القيمة المضافة زائد الحقوق الجمركية. Donc le produit intérieur brut est égal à la somme des valeurs ajoutées plus les taxes sur les valeurs ajoutées plus les droits de douane. في هذا الإطار من اللازم التفريق بين الناتج المحلي الإجمالي السوقي والناتج المحلي الإجمالي الغير السوقي الذي يضم نشاطات الإدارات. معناتها إذا زدنا نشاطات الإدارات فيصبح الناتج المحلي الإجمالي الغير السوقي. لهذا نقف عند هذا الحد بالنسبة لهذا الدرس وإن شاء الله سنعود فيما سيأتي في الدرس 12 لما يخص التدفقات والدورة الاقتصادية. شكرا لكم.